بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو قسي؟ اختصار من جولد، سيلفر، كوين، انداومنت، انفستمنت. طبعا انداومنت هي رهن، والانفستمنت استثمار، فهذا مشروع استثمار مضمون كرهن لمدد محدودة، والاستثمار آمن لأنه في طباعة الكتب، بيع وشراء الكتب. هنا الجملة التي وصف بها المشروع، جملة بحيث أنها تكون سهلة لأي أحد، تدي له معنى المشروع، أي أحد حتى لو ما عنده خلفية في المواضيع. فذكر جسي إنه جولد، سيلفر، كرنسي، إنداومنت، إنفستمنت، كما ذكرت استثمار آمن عن طريق الرهن 50%، بحيث إنه الشخص أثناء المدة المحددة لو طلب يسحب يقدر يسحب إلى 50% مع تثبيت المبلغ. يعني لو كان المبلغ 200 دولار، فمهما تغيرت سعر الصرف بالدولار في السوق ترجع له بالدولار. يعني لو ارتفع الدولار بالنسبة للجنيه، يعني كان طبعا هو مثلا بيكون محسوب له ب 20 دولار، فعنده 10 وحدات، فلو طلب طبعا 5 وحدات تكون في الاستثمار و5 وحدات تجلس كرهن، فلو طلب في خلال مدة كانت سنتين فيبقى يتصل ويطلب ويعطى قيمة الرهن عبال ما يصرف، طبعا لأنها هي عملة من الفضة، كما هو مكتوب الخمسة قروش اللي هي عملة تعتبر عملة نادرة ما تستخدم في السوق، يعني تباع كتذكار أو كذا، يعني السوق ما يقبلها. هنا سؤال: Why do you think you could do this؟ يعني ليش تعتقد أنك أنت؟ طب السؤال لصاحب المشروع. فقال انه عنده اكسبيرينس مع صرف هذه العمله اللي هي 5 قروش القديمه، صرفها لما كان سعر الجنيه 16، الدولار 16 جنيه، فاشتراها ب 15 دولار. هنا مكتوب انه 2 دولار كانت 32 جنيه، ثم بعد لما صار الدولار عالي بالنسبه للجنيه، او الجنيه الدولار يساوي 32 ضعف المبلغ، اشتراها ب10 دولار. فهنا تحافظ على العملة الرهن، يعني لو انت اخذت ب20 دولار فال5 دولار هذه ترجع لك 5 دولار، لو كانت ال5 دولار 30 وصارت 40 الدولار فترجع لك الدولار زي ما هو. يعني الرهن بالدولار يرجع بالدولار زي ما هو، ما تخسر. وهذا يفيد طبعا. هنا قال انا investing، وانا استثمر في طباعة الكتب. كمان طباعة الكتب، يعني ما في كتاب ينطبع مثلا 3000 نسخة كلف 2 دولار حينباع ب 4 دولار. طبعا فيها الأرباح متشاركة، بس ما في كتاب ينباع بأقل من قيمته، يعني لا يمكن خسر. يعني المستثمر ممكن يربح 25%، فلو في سنة انباعت فكسب. طبعا هنا في المشروع ده الهدف حفظ الفلوس مش المكاسب، فتبقى المكاسب
ما توزع، يعني كأنه هو دعم كتابة الكتب، وتبقى فلوسه ما تخسر، يعني مدة سنتين اللي هو حط $2000 ترجع $2000، مش زي أي ناس تانين يعني تخسر فلوسه. يعني لو كان مثلا نزل الجنيه وتغير هذه ما يخسر، طبعا يقدر يحافظ حتى على الجنيه، يعني لما يكون الجنيه الدولار 20 جنيه واستثمر، لو صار 40 جنيه هو مستفيد. المهم الحفاظ على العملة، لأن الناس الآن محتارين يخلي الجنيه ولا يخلي الدولار، فطبعا هي تثمن له بالدولار الوحدة. فالـ200 10 وحدات، فهو خلى 5. طبعا في مدة للرهن، إذا انتهت المدة ترجع له فلوسه كلها. يعني مثلا واحد أخذ بـ2000 دولار، في خلال 5 سنين يقدر يطلب الـ1000 أي وقت، الـ1000 الثاني ترجع له زي ما هي، وممكن إنه تطيح العملة فلا هو محافظ عليه، يعني يرجع له دولار اللي هو اشترى به الذهب. طبعا هنا حنمر سريعا سلايد ورا سلايد، لأنه هنا وصف المشروع تفاصيله، فتفاصيل المشروع في هذه الأرقام، هذه أرقام الاستثمار في $200 محفظة في الحسابات حقتها أمام. فيها مستويات، المستوى حق الاستثمار الأول اللي بـ200 دولار لازم يتقفل، فإذا تقفل يكون الاستثمارات مجموعة حق جيسي $28,000 أو الضعف قصدي، اللي هي $56,000، نصها يروح لدعم الكتب ونصها يبقى في الصندوق، أي واحد يطلب يرجع له بالضبط فلوسه زي ما هي بدون نقص أي قرش، يعني ما في عمولة حد، يعني كأنها حفظ للأموال. طبعا هتحفظ فعلا 50% تحفظ في صناديق في البنوك، صناديق اللي بالمفتاح. طبعا هنا بتتابع، طبعا الانتقال لليفل ثاني اللي هو $500 بعد ما ينتهي الليفل الاول، يعني الان لو يبغى واحد يستثمر ما انتهى الليفل الاول $500 نقول له لا خذ 2 ب 400 او خذ 3 ب 600 او كذا لين تنتهي. طبعا هل الواحد ممكن يستثمر بنفسه؟ نعم، بس برقم، كل استثمار برقم. هنا السؤال نفسه، What is the new about this؟ ما هو الجديد؟ فذكرنا هنا 50% و50%، فلو في $20,000 مثلا واحد استثمرها تبقى $10,000 ما تتأثر بطلوع ونزول العملة المحلية، سواء جنيه سواء ليرة أي عملة، سواء دينار كويتي سواء دينار أردني أي عملة، ريال سعودي. وهذه تفيده في التحويل، يعني لو بده يحولها عن طريق الشركة تتحول مثلا، ممكن تتحول عن طريق PayPal، يعني يشتريها هو، يشتري العملة أو يبيعها، قصدي يبيعها للموقع أو للشركة لصاحب المشروع، للمشروع ده. طبعا المشروع هذا مسجل تابع لشمس مصر للتدريب، شركة هي اللي حتنتج الكتب، وعندها مجلة قاد زي مجلة سيدة صادرة من لندن وتطبع في القاهرة. هنا نفس الكلام.
نجي لتحديد المشروع، الشركة دي نن بروفيت، ما في بروفيت، يعني لا توزع أرباح، ما في توزيع أرباح للمستثمرين في القطاع، ترجع الفلوس في الصندوق. طبعا دائما في الصندوق في حماية، يعني أي مبلغ 50% يبقى في الصندوق، بحيث ان الشركه لما تبي تطبع نسخه ثانيه من الكتاب تقدر تطبع، لانه كل نسخه لما تكون 3000 طبعا هذا السوق، السعر يكون اقل سعر، لما تكون 1000 يزيد السعر، يصير منافس، يعني منافسه في السوق. طبعا الكتب باللغه الانجليزيه باللغه العربيه، وفي اوديو بوك كمان، يعني ممكن يكون في كتاب وفي اوديو بوك، ومن غرض التسويق مثلا ينباع الاوديو بوك هديه. واكثر الكتب باللغه الانجليزيه، وفيها يعني جميع البيزنس، النيو بيزنس، يعني زي الذكاء الصناعي والطاقه الشمسيه والالكترونيك سيركتس معرفة المبنى، المباني يعني البنية التحتية وكذا، المشاريع والمباني، يعني حتى الكتب بعضها ممكن تباع ب $80، كتب متخصصة فيها معلومات، وممكن بعض الكتب ب$800 اللي هي تقارير مكلفة، زي حقت بلومبرج وزي حقت بعض الجهات، تشترى وتفصل على، يعني هم دول الجهات يفصلوها على المطلوب. طبعا هذا الكتاب اللي مثلا هذا ممكن يكون فيه يعني معلومات واحصائيات كبيره جدا، يعني ضخامه الكتاب ممكن يكون مجلدات، 20 مجلد. نروح ل الكي بي اي، هذا بلاتفورم اللي هو موجود على جوجل باينير تورنمنت، يعني حتى المشروع ممكن يقدم فيه وياخذ استثمارات، ممكن تيجي استثمارات من المستثمرين في سيليكون فالي. فهنا معلومات في نفس كيف تستفيد من المعلومات الموجودة في السباق العالمي ده، اللي فيه فرصة استثمار يأتي أو دعم اللي هو endowment، ممكن $100,000 $200,000. فهنا ذكرنا في موضوع الـ KPI، هنا حددناه بالتواريخ، هنا قلنا $200,000 نبغاها، المستهدفين $200,000 من عندهم في 15 في شهر سبتمبر، 15 سبتمبر. وهنا في شهر 4 مستهدفين عندنا 250 من الاستثمارات الصغيره دي $200، عندنا انه 250 محفظه مثلا، وهنا انه $1,000 يجي اللي هي عائد على الاستثمار كل شهر في ذا الوقت طبعا. فهنا هذه الملخص لل KPI. الـ KPI هي Key Performance Indicator، يعني كيف نقيم المشروع، نحط تواريخ ونحط كذا.